لا الجلدية لأنه اختصاص لطيف، يعني مو بالكامل بس يعني شيء بتشوفيه، فدائما سهل الوصول إلى التشخيص فيه. ما عم أقول أكيد ما أنه سهل، بس واضح وأكثر من أي اختصاص ثاني. بالنسبة للتجميل، اختصاص جميل بيجيب الفرح والسعادة للناس، أنا بحبه يعني فان هيك. هلا التجميل مثل ما قلت لك بيجيب السعادة، يعني انت الشخص الجميل بيكون نفسيته احسن بشكل عام. لما انت بتطلعي على المراية او اي شخص طلع على المراية بيكون شكله لحد معين ظابط، بيعطي طاقة لحياته اكثر بكثير. بالاضافة انه يعني بعلم الاحصاء ثبت انه العالم الجميلة الواثقة من حالها هي غالبا اكثر، لانه هي تاخذ فرص بالحياة، لأنها تتوظف بوظيفة أحسن أو أنها تترقى بوظيفتها، فهي عامل متكامل، وخصوصا بالعالم الجديد اللي نحن فيه. يعني اللي أنت دائما موجودة على السوشيال ميديا، موجودة بالحياة، يعني بينحكم عليك على شخصك، فالتجميل دائما بيوصلك لهذا المكان الحلو. هلأ طبعا التجميل ما بس في الروبوتوكس، بس اذا بدنا نحكي بين مادتين الاساسيات، الفيلر هو ماده مالئه بغض النظر عن نوعها، بس هي ماده مالئه بتعبي مكان صار ديفليتد، صار فيه نقص بالحجم. البوتوكس هو ماده لنوقف حركه العضله مشان ما يطلع تجاعيد بالمناطق الحركيه، فالبوتوكس بيروح التجاعيد اللي على الحركه اذا بدنا نقول، والفيلر بيروح التجاعيد اللي حافره اللي هي بتطلع بدون حركه. يعني طبعا يعني لهم استخدامات ثانيه. هلا مناطق استخدامهم كانت قبل محدده اكثر، هلا حاليا يعني هذا الشيء تطور اكثر بكثير، بس بشكل رئيسي يعني بالنسبه للبوتوكس يستخدم اذا عم نقول تجميليا، لانه له غير استخدامات كثير، بمنطقه الجبين، محل ما بنزور، منطقه الضحك، وطبعا بيستخدم حوالين تم لاستطبابات معينه للعضله الماضغه وللرقبه. يعني هاي اذا عم نحكي كتجميل. يعني الفيلر اول اوفر، يعني بيستخدم للجبين، بيستخدم لهون منطقه الصدغين، شفايف اكيد، هون الخدود، يعني فينا نرجع نحدد الوجه بشكل كامل بالفيلر. يعني ما نوع عمر محدد، العالم كثير بتختلف بطريقة بالوراثة تبعيتها، طريقة عنايتها بحالها، طبيعة العمل. يعني في عالم كثير تعرض للشمس فبصير عندهم شيخوخة جلد أسرع بكثير من عالم ثانيين. في عالم من اثنين نوع. هلا نحن بشكل عام من عمر العشرين بنبلش نخسر كولاجين 1% كل سنة، بس هذا طبعا بيرجع كثير بيفرق بين شخص وشخص. فهي بالنسبه للبوتوكس نحن بننصح اول ما تبلش تحفر او يصير عندنا تجاعيد على السكون. بالنسبه للفيلر اذا ما كان في مشاكل بالاساس، فنحن عم نحكي فوق عمر 30 بشكل عام. اذا كان في ديفو معين، مثلا تراجع بالدقن، في عالم ما عندها تحديد هون ابدا، بتصير يعني في كثير له اضطرابات ثانيه، ممكن بلش بعمر اصغر بكثير. يعني هذا بيرجع بين المرضى بيختلف كثير. يعني هلا نحن دائما لما تجي المريضه او المريض بيجوا بيدلوني، مثلا انا زعجتني هي المنطقه، هي المنطقه مو دائما الابروتش الجديده نحن بالنسبه لنا، انه ما اكيد الكونسرن او الشكوى تبع المريض اساسيه وبناخذها بعين الاعتبار، بس مو دائما حلها انه نحكم بنفس المنطقه اللي هي فيها. فهون بيفرق كثير انه نحن نوجه المريض للشيء اللي حيوصله لهي النتيجه اللي بده اياها. مثلا انا اذا عندي خط هون، مو دائما الحل اني انا احفر احط هون، ممكن لازم اعمل هي المنطقه بشكل كامل لتشد هون مثلا، هي كابسط مثال. فبدنا نوجه المريض، بيفضل دائما يكون في قبل استشاره، بنشرح لهم الفرق بين حقن هون وحقن هون، وطبعا الخيار بيرجع لهم بالنهايه.
ويكون دائما توقعاتنا مثل ما قلتي واقعية. يعني أنا ما فيني بواحد ميلي فيلر أحقن الوجه كامل وأطلع يعني أقلب 180 درجة، أو ما فيني بيكون حدا شفايف كتير 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 ناعمة وتوقع شفايف مثل أنجلينا جولي. ما أنا بهذا ما بتصير أساساً بجلسة واحدة، ويفضل ما تصير من أساسه. يعني نحنا بناخد هي نسب على الوجه بحيث يظهر المنظر كله طبيعي. يعني أنا مو الفكرة إنه بس زود مكان معين، خلي في تناسق بين معالم الوجه، اللي هو هون بيوصلنا لمنظر طبيعي بدون ما يبين الواحد عمل شيء أو يبين في شيء أوفر. هلأ طبعاً مثل السوشيال ميديا إلى يعني حسنات وسيئات. من سيئاتها إنه العالم كتير بتخاف من هذا الموضوع، كتير المرضى بتجي بتقول أنا بدي أعمل هيك بس خايفة يبين. نحنا إذا بالكميات أساسية وقسنا الوجه بطريقة معينة، حطينا تناسق بالمناطق بحيث إنه ما يكون التركيز على منطقة اللي هنا عم يعملوها، ما حدا حيحذر، أو اللي حيحذر حيحس إنه الشخص صاير أجمل وفي إشراقة أكتر، بس ما حدا حيحذر هذا المضبوط. ودائما اللي بقوله إنه نحن بنمشي بالشارع بنلاحظ العالم الأوفر، بس ما بتمشي بالشارع بتلاحظي العالم اللي عامله شيء طبيعي، وهدول كتار كتير. يعني فلنوصل للشيء الأوفر أساسا بدها كميات فيلر وبوتوكس وخيوط وكل هالقصص كتير كبيرة وشغل كتير كتير. هي المشكلة الوحيدة إنه هذا الشيء الوحيد اللي بصير بتلاحظ. هلا بالنسبة للآثار القصيرة الأمد، هي دائما بمكان الحقن دائما ممكن يصير بروزينج، يعني يصير كدمات، ممكن يصير شوية يعني تتوزم المنطقة شوي، وهدول بتصير بالاثنين بس طبعا مع الفيلر أكثر. وممكن يصير انفكشن، يعني يصير التهاب، بس طبعا هون هي حالة كتير نادرة لأنه بده يكون في قلة عقامة كتير. يعني الأثار طويلة الأمد بالبوتوكس ما في مشكلة كتير كبيرة، لأنه أي أثر ممكن يصير حيفك مع المادة، المادة بتروح من الجسم خلال 3-6 شهور، تختلف بين المرضى والكمية المحقونة. فأي أثار جانبية صارت، مثلا راحت المادة لعضلة غير العضلة المحقونة، إن كان بسبب خطأ بالحقن أو بسبب إنه المريض ما اتبع التعليمات، فهي أول ما تفك المادة حترجع حركة العضلة، ما لا ديمومة. الفيلر على عكس هيك. هلا أولا كأثار طويلة الأمد ممكن يكون منظر اللي حكينا عنه الأوفر اللي ما هو طبيعي، اللي هي لحالة مشكلة. المادة أحياناً ممكن تهاجر بشكل بسيط، كمان هي بتختلف بطريقة الحقن وبتعطي مناظر ما كتير طبيعية، بس هي ما أنا مشكلة، لأنه المادة بشكل عام لأغلب الفيلرات اللي بتنحقن اللي هي الهايلورونيك أسيد فيلرز فيها لمادة عكوسة بتذوبها. الأثار اللي أسوأ اللي هي إذا انحقن بقلب وعاء أساسي، يعني شريان أساسي، ممكن يعمل تنخر بالجلد، وممكن يعمل في مناطق معينة ممكن يعمل عمى. فنحن لهيك دائما لازم نكون أولا قاعدين عم نحقن عن طبيب مختص، لأنه هي بيعرف تشريح الوجه بشكل كامل، بيعرف لما يكون في أي عرض ممكن يوصلنا أنه نحن نحقن بطريقة غلط، بيعرف انه نحن لازم نسحب قبل دائما لنتاكد انه نحن ما فتنا باي وعاء. يعني عنده اجراءات سلامه، مو بس انه نحقن ويلا، لانه هي الاثار الجانبيه لطويله الامد للفيلر فعلا سيئه كثير، يعني اذا انحقن بطريقه خاطئه. مثل ما حكينا هلا، التاثير الايجابي انه انت لما تحسني منطقه اساسا مضايقتك، اساسا عم تزعجك لما تطلعي عليها كل يوم، انت حتحسي احساس احسن، فبتصير منطلق للحياه اكثر، بتتحسن الحياه الاجتماعيه للعالم، بصيروا واثقين من حالهم اكثر بانه هن ينخرطوا بقلب المجتمع، ان كان بالعمل او بعائلتهم وبرفقاتهم. هلا الاثار السلبيه هي مشكله اذا صار
بجهتين، اولا اذا كان الحقن ما نو صح او ما اعطى النتيجه اللي هي لازمه فهون رح يعمل تماما المفعول العكسي. والشيء الثاني اللي هو للعالم اللي صار عنده شويه ادمان على هذا الموضوع، ف في شيء بالطب التجميلي اسمه بودي ديسمورفيك سيندروم، اللي هو انه الواحد كيف ما طلع حاله دائما حيلاقي دفو فيه، شو ما عمل دائما حيلاقي، ودائما بيعملوا اكثر واكثر ليوصلوا لدرجه انه هن بيشوهوا حالهم. وهذا الشيء موجود، ونحن كاطباء لازم نحاول نوجه المريض، نساعده هون، نوجهه للعلاج النفسي كمان، يعني هذول. هلا فصل الصيف الحمايه هي الاساس، هلا بشكل عام الحمايه هي الاساس، دائما الحمايه اهم شيء ممكن نعمله، من كان غسيل الوجه او الحمايه من الشمس، يعني نحن نستخدم الواقي الشمسي المناسب لبشرتنا ويتجدد بشكل دائم، ما بينحط بس مره، نحط الكميه المناسبه وعلى كل الوجه، لانه الاثار الجانبيه للشمس كثير قويه، بالاضافه لشرب الماء الكثير مشان ما يصير عندنا ديهايدريشن. وطبعا في اجراءات ممكن تنعمل كثير، يعني الترطيب الدائم للبشره هذا شيء اساسي، يعني اكيد في مواد معينه ممكن نكون نستخدمها على وجهنا بدنا نوقفها بفصل الصيف، وخصوصا ببلادنا لانه الشمس عندنا حاده كثير. يعني في بالنسبه لتحسين صحه الجلد اذا كان فيه مشكله، فهون هون بحر واسع، يعني بين الديرما بين او المايكرو نيدلينج، الليزرات بس ما يفضل كثير تنعمل بالصيف، الار اف الراديو فريكوانسي، خيوط الشد، خيوط المونوثريد اللي بتحبط الكولاجين، كل الطرق اللي بتحبط الكولاجين هي طريقه لانه نحن نحسن صحه الجلد، وهي بقى بتختلف بين المرضى وعمرهم وطريقه اعتنائهم. يعني نحن بنبلش انه نرسم النقاط اللي حنحقن فيها، كاي نقاط تختلف بين مريض لمريض على حسب تجاعيد وسماكة العضلة. بعد ما حددنا النقاط بنبلش نحقن كميات المناسبة بحيث انه ياخذ البوتوكس بدون ما يطلع المنظر جامد. عند هون المريضة حنحقن بالكلابيلا بمنطقة الزورة بثلاث عضلات، بعدين بنحقن الجبين، وحنعمل عندها بس رفعة حاجب، ما عندها تجاعيد حول العين فهي بس حنرفع طرف الحاجب بناء على طلب المريضة. مناقم قبل اكيد.